أفخم المهارات المهينة والمذلة في تاريخ كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كرة القدم خلقت للتحدي، وعادة ما يقوم لاعبين بإذلال خصومهم بطرق رائعة، ولعل أبرزها المراوغات والمهارات الجميلة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أفخم المهارات المذلة والمهينة في عالم كرة القدم. لنبدأ. شاهدوا هذه المهارة العالية من نيمار، وكيف تخطى اللاعبين برفع الكرة بهذه الروعة والأناقة. انظروا إلى المهارة العالية من دي ماريا، وشاهدوا كيف تخطى اللاعب بيول بطريقة جميلة. شاهدوا كيف أوقعه على الأرض وأرسل كرة لرونالدو ليسجل هذا الهدف المميز. انظروا إلى ما فعله هذا اللاعب بخصمه، وكيف خطف الكرة وجعله يكمل طريقه منزلقا بهذا الشكل. تخطي والأروع من ملك اللعبة ليونيل ميسي للاعب تشيمس ميرنر، فانظروا إلى هذا الكوبر الجميل الذي أدهش بيب غوارديولا. مهارة رائعة من اللاعب عثمان ديمبلي، لكن حظه العاثر أن الكرة ارتطمت بالعارضة. انظروا إلى هذه المراوغة الجميلة والمميزة. انظروا إلى لاعب ميلان كيف خطف الكرة من أمام لاعبين. مهارة جد مميزة من لاعب أتلتيكو مدريد، فشاهدوا كيف راوغ اللاعب وأوقعه أرضا. يمكنكم رؤية الإبداع بهذه المراوغة المذلة، فشاهدوا ماذا فعل هذا اللاعب بخصمه وكيف وضع الكرة بين أقدامه. مراوغة رائعة من كيليان مبابي، لكنها لم تكتمل جيدا. شاهدوا روعة نيمار بمراوغاته الجميلة على لاعب موناكو، مراوغات جميلة جدا. شاهدوا كيف يتخطى اللاعبين. ميسي هنا يسافر عبر الزمن بكرة جميلة أوقع بها بوتينغ على وجهه، ثم وضع الكرة من فوق نوير بمراوغة جميلة وهدف ولا أروع. هنا اللاعب رونالدينيو على خط التماس، انظروا ماذا فعل باللاعبين، وأيضا من داخل منطقة الجزاء شاهدوا ماذا حل بهم. مراوغات جميلة من الملك رونالدينيو. انظروا إلى هذا التخطي الجميل من هذا اللاعب، وكيف مر من منافسه بهذه الروعة والتقنية الجميلة. شاهدوا ماذا فعل ميسي بلاعبي تشيلي، فانظروا كيف روغهم وأوقعهم أرضا بهذا الشكل. لا يستطيع أحد إيقاف ميسي. مهارة عالية من فينيسيوس جونيور، فشاهدوا ماذا فعل باللاعب وكيف رفع الكرة من فوقه، من ثم خطفها من فوق لاعبين، ثم من فوق هذا اللاعب بطريقة مميزة. شاهدوا كلاوديو برافو كيف كان المدافع الأخير وروض الكرة بصدره، ما منع اللاعب من أخذها من أمامه. شاهدوا هذه المراوغة الإبداعية من نيمار كيف أوقع بها منافسه على الأرض بهذا الشكل الرائع. شاهدوا كيف يتخطى اللاعبين للدخول إلى منطقة الجزاء بهذا الشكل المميز. التفافة جميلة من اللاعب فيرمينيو مراوغا بها لاعب فياريال بهذا الشكل المميز. انظروا إلى هذه المراوغة الجميلة. هنا هذا اللاعب لم يستطع أحد أخذ الكرة منه، فخطفها ورفعها من فوقهم بهذا الشكل. انظروا إلى هذا الكوبري الجميل من هذا اللاعب بطريقة رائعة جدا. انظروا إلى مهارة نيمار الجميلة برفع الكرة بكلتا قدميه ليتخطى منافسه بهذا الشكل المميز. مهارة رائعة من نيمار. انظروا إلى المراوغة الجميلة التي قدمها اللاعب فيليب لويس، وكيف وضع الكرة بين أقدام خصمه بهذا الشكل المميز. مهارة رائعة من بول بوجبا، فانظروا كيف سيطر على كرته في وسط الملعب بهذا الشكل المميز. مهارة عالية من بوجبا. هنا نيمار بشكل رائع للغاية، انظروا ماذا فعل باللاعبين داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد كرة نجح المدافع بإخراجها.
انظروا إلى المهارة الجميلة من لاعب ميلان بتخطي الحارس بهذا الشكل، ثم قام بوضع الهدف بكعبه بهذا الشكل المميز. انظروا إلى روعة هذه المراوغة وهذا الهدف الرائع. هنا هذا اللاعب وداخل منطقة الجزاء راوغ المدافعين، ثم قام بوضع كرة التفافية جميلة دخلت هدفا رائعا في الشباك. مهارات رائعة من كريستيانو رونالدو، فانظروا كيف صف الدفاع أمامه وأخذ يستعرض مراوغاته الجميلة. انظروا إلى هذا اللاعب يتقدم بالكرة، يراوغ اللاعبين واحدا تلو الآخر ويتخطى فيراتي أولا ويوقعه أرضا، ثم يتقدم بالكرة بهذا الرونق الجميل. مراوغة رائعة من الحارس ياسبر سيليسن، فشاهدوا ماذا فعل بهذا المهاجم. انطلاقة مميزة ورائعة من هذا اللاعب، فانظروا كيف تخطى اللاعب الأول واللاعب الثاني وهنا اللاعب الثالث والرابع، ثم يرسل هذه العرضية الجميلة إلى زميله الذي اختتمها بالشباك بطريقة مميزة جدا. شاهدوا لاعب ميلان كيف وضع الكرة بهذه الطريقة كوبري بين أقدام خصمه كما ترون. انظروا إلى هذا اللاعب والذي حاول أن يقوم بعمل هذه الحركة ليراوغ لاعب باريس سان جيرمان، انظروا كيف تخطاه بهذا الشكل المميز. هنا لم يستطع هذا المدافع البرازيلي أن يقوم بأخذ الكرة من سون هيونغ، فانظروا كيف راوغه لكنه قام بضربه على قدمه بهذا الشكل. تخطي مميز ولا أروع من هذا اللاعب، فشاهدوا ماذا فعل بخصمه، وضع الكرة بين قدميه وتخطاه بهذه الروعة. إنه الإبداع يا سادة، انظروا إلى هذا التخطي الجميل من هذا اللاعب بعد أن التف بهذه الطريقة وخطف الكرة بهذا الشكل المميز. شاهدوا المراوغة الجميلة بتخطي لاعب تشيلي من اللاعب ويليان، مهارة رائعة جدا. انظروا إلى هذا الإبداع من هذا اللاعب وكيف تخطى منافسه ووضع الكرة بين أقدامه، حركة جميلة ومراوغة مذلة حقا. انظروا إلى هذا اللاعب ماذا فعل بالمدافعين وكيف اخترقهم وسجل هذا الهدف المميز. انظروا إلى هذا اللاعب كيف يحتضن على كرته بهذا الشكل، ولم يستطع اللاعب خطف الكرة منه كما ترون. في وسط الملعب شاهدوا المهارة الجميلة من خاميس رودريغيز وكيف وضع الكرة كوبري لهذا اللاعب كما ترون. يتقدم لاعب أولمبيك مارسيليا بهذا الشكل الرائع متخطيا لاعب باريس سان جيرمان بهذا الكوبري المميز، ثم يعطي في النهاية هذه الكرة بين أقدام لاعب باريس سان جيرمان. انظروا إلى هذا اللاعب كيف تخطى خصمه بهذه الطريقة الجميلة ووضع الكرة بين أقدامه بهذا الشكل. هدف في غاية الروعة من هذا اللاعب الذي أوقع المدافع أمامه بهذه الطريقة وسجل هذا الهدف الرائع. انظروا هنا كيف أوقع هذا اللاعب خصمه بهذا الشكل وقام بتمرير الكرة إلى زميله، مراوغة جميلة جدا أوقعت المدافع بهذه الطريقة المذلة. شاهدوا باولو ديبالا كيف تخطى لاعبي ميلان بطريقة مميزة للغاية، مراوغة رائعة جدا. سحر رونالدينيو دائما ما يعجب الكثيرين، فانظروا إلى هذه المراوغة الجميلة وكيف وضع الكرة بين أقدام اللاعبي بهذا الشكل. شاهدوا هنا نيمار كيف خطف الكرة من أمام المدافعين ورفعها بكلتا قدميه بهذا الشكل المميز، ثم تسديدة قوية خارج الشباك. انظروا إلى هذا الاستعراض الرائع من هذا اللاعب بطريقة رائعة، يمشي بالكرة ويلتف ويحرك أقدامه بطريقة جميلة، إحساس عالي بالكرة وبأقدامه أيضا. شاهدوا لاعب المنتخب الفرنسي كيف قام بتخطي هذا المدافع وقام بالمرور من الثاني بهذا الشكل المميز، مراوغة جميلة جدا. هذا اللاعب بمراوغة جميلة تخطى المدافع الذي أمامه، فانظروا إلى حركات قدميه السريعة بهذا الشكل. شاهدوا لاعب بايرن ميونخ ماذا فعل بخصمه وكيف أوقف الكرة وجعله يكمل طريقه على العشب. لاعب أولمبيك مارسيليا بهذا الشكل يقوم بخطف الكرة من أمام هذا المدافع الذي حاول أخذها منه، انظروا إلى هذه المراوغة الجد مميزة ورائعة حقا. هنا هذا المدرب أحب أن يستعرض قليلا في الكرة
فانظروا كيف يقوم بضربها بركبته بهذا الشكل. مرور موفق بالكرة من هذا اللاعب بين أقدام خصمه بهذا الشكل. شاهدوا هذا التخطي الجميل والطريقة الرائعة بالمراوغة بالكرة. شاهدوا هذا اللاعب ماذا فعل بماركو فيراتي وكيف أوقعه أرضا. مهارة جميلة من لاعب ميلان بتخطي المدافعين بهذا الشكل. انظروا كيف تخطاهم بطريقة رائعة والتفافة جميلة. حركة جد مميزة حقا. مراوغة رائعة من أنخيل دي ماريا في وسط الملعب بوضع الكرة بين أقدام لاعب باريس سان جيرمان بهذا الشكل المميز. انظروا إلى هذا اللاعب كيف رفع الكرة بكلتا قدميه متخطيا خصمه بحركة جميلة جدا. شاهدوا لاعب فياريال ماذا فعل بلاعب أتلتيك بلباو. انظروا كيف راوغه وتخطاه بهذه المراوغة الجد مميزة ومر إلى منطقة الجزاء. مراوغة إذلالية من هذا اللاعب جعل خصمه يذل بطريقة رائعة. فانظروا كيف تخطاه بهذا الشكل المميز وأوقعه على الأرض ووضع الكرة بالتفافة رائعة في الشباك. انظروا ماذا يفعل رونالدينيو بخصمه بهذا الشكل وكيف تخطاه بهذا الشكل المميز وسط الملعب. شاهدوا هذا الكوبري الجميل في وسط الملعب من هذا اللاعب وهو يتقدم بالكرة. مهارة رائعة من هذا اللاعب. فانظروا كيف وضع الكرة بين أقدام اللاعب بعد أن روضها على صدره. هنا نيمار يستلم الكرة ويوقع المدافع من أمامه بهذا الشكل ويسجل هدفا رائعا. انظروا كيف يحتفل بقميص المنتخب البرازيلي. انظروا إلى هذه المهارة الجميلة من هذا اللاعب وكيف استلم الكرة وقام بالالتفاف بهذا الشكل الغريب. انظروا إلى رونالدو البرازيلي في أوج عزه كيف كان يلعب وكيف يراوغ اللاعبين. مهارة عالية جدا. روعة نيمار بهذه الكرة المميزة. فانظروا كيف قام بترويض الكرة بظهره بعدها رفعها من أمام خصمه بهذا الشكل. هنا لاعب المنتخب البرازيلي يقوم بعمل مراوغات جميلة جدا وبهذه الطريقة الجميلة يوقع خصمه ويتفاداه بهذه المراوغة الرائعة. هذا اللاعب وبطريقة جميلة فقط كل ما فعله هو أن وضع الكرة بين أقدام خصمه ليوقعه أرضا ويجعله يرتطم بالأرض. مراوغة رائعة للغاية. شاهد لاعب المنتخب البرازيلي ماذا يفعل بالمدافعين. انظروا كيف يتخطاهم بهذا الشكل ويخطف الكرة منهم. لاعب مميز حقا. بعد أن قام هذا اللاعب بترويض الكرة على رأسه بهذا الشكل وأخذ يقوم بتنطيطها، حاول هذا اللاعب خطفها لكنه راوغه بطريقة عبقرية للغاية. انظروا إلى هذا اللاعب الذكي كيف سحب الكرة بهذه الطريقة الرائعة وتخطى منافسيه بطريقة ولا أجمل. هنا كوبري مميز للغاية من لاعب بوكا جونيور بهذه الطريقة الرائعة، يوصل بها الكرة إلى زميله ليأخذ انفرادا كما ترون. في مباراة إنتر ميلان وروما انظروا إلى الإبداع من لاعب إنتر ميلان وماذا فعل بخصمه وجعله يقع أكثر من مرة. هنا في وسط الملعب تدخلات على كريستيانو رونالدو، لكن شاهدوا ماذا فعل بخصمه وكيف راوغه بهذا الشكل المتميز. مراوغة رائعة من نيمار بهذه الطريقة. فانظروا كيف يرفع الكرة من أمام اللاعبين بهذا الشكل ويتخطاهم. هنا رونالدينيو يراوغ خصمه بهذا الشكل المميز ثم يقوم بهذه التمريرة بأقدام متعاكسة بطريقة رائعة. مهارة مميزة من السلطان إبراهيموفيتش بهذه الكرة الجميلة. انظروا كيف تخطى المدافع بهذه الطريقة المميزة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.